مشعل لأمته وقلبكم به صفا وقلبكم به صفا يا رسول الله يا سعد من روى له أفعاله أقواله وكان عدلا منصفا يا رسول الله لقلب كل مسلم إلى الحبيب ينتمي لكم به صدق الوفا لكم به صدق الوفا سيسافرون إلى الحج هذا العام. من يا مولاتي؟ الإمام محمد وأهل بيته. كم أتمنى أن ألتقي به هناك. ومولاي قيس ماذا عنه؟ وماذا عن مولاك قيس؟ إنه يحب جمرة البريئة العذراء ولا يعرف ولا يريد أن يعترف بأن الموجودة معه صعلوكة قطعت الطريق أثارت الرعب بين الناس. ماضيها مر وحاضرها أمر. الحاضر إشراق لك يا مولاتي. كيف وعذابات الماضي لا تندمل؟ يا أميرة أمسك الحراس بصعلوك ونرجو أن تريه لتحددي عصابته. أنا أيتي يا زمردة، أنا خبيرة في عصابات الصعاليك. أين بقية الأفاعي ولماذا جئتم إلى هنا؟ أجب أن لقطعت أوصالك. جئنا لنأخذك معنا لمملكتك فمكانك هناك. أنا؟ أجل، أنت ملكة الجبل، أميرة الصعاليك، صوت النار في الطرقات، والصعاليك ينتظرونك كي تقودهم. إذن أنتم جميعا هنا. هنا، وسنظل هنا حتى تعودي معنا، فحياة الصعاليك بدونك هباء. ما اسمك؟
اسمي منصور. أطعموه وأعطوه طعاما له ولمن معه، ثم أطلقوا سراحه، فهو من رجالي، خذوه. حمد، اتبعه واعرف مكان وكره وأحرقه وأحرق من فيه. تدبير جميل. حامد، حذاري، فهم أمكر من الثعالب. سأقود الفرسان بنفسي. أظن أن حامدا أفضل منك، فلقد عاش معنا. سأخذه معي. إن تعلم القرآن وتعليمه فرض، واعلموا أنه إذا لم يكن في البلد من يتلو القرآن أثم أهله جميعا. إن القرآن إذا قرئ وصلت بركته إلى قارئه وإلى سامعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن، وهي آية الكرسي. اشرح لنا آية الكرسي. الآية تبدأ بقوله جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم تفرد به الحق سبحانه، فلا سمي له منه. لا إله إلا هو إخبار عن نفي النظير والشبيه بما استوجب من التقديس والتنزيل، فلا ترفع لغيره حاجتك، انقطع إليه، فلا تسمع إلا منه، ولا تشهد إلا له، ولا تقبل إلا عليه، ولا تنشغل إلا به سبحانه. وقوله الحي القيوم، المتولي لأمور عباده، القائم بكل حركة، والمحرك لكل أثر. وقوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لا ترهقه غفلة، صمد لا تمسه علة، عزيز لا تقاربه خلة، ولا تميزه عزلة، فرد وتر لا تحده جهة، قديم عظيم. وقوله جل شأنه: له ما في السماوات وما في الأرض. له ملك وإبداع وخلق واختراع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يسأله أو يعبده، ولا يرجوه أو يميل بهواه أحد إلا بإذنه سبحانه. فهو كما يقول جل ذكره: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي لا يخرج عن علمه شيء موجود أو معدوم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تقاصرت العلوم عن الإحاطة بعلمه إلا ما أذن به، لا يدركه حد ولا يقطعه أمد. وقوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض، خطاب لنا على قدر فهمنا، جل قدره عن التعزز بعرش أو كرسي. ثم يختتم الآية سبحانه بإخبارنا بأن حفظ هذا الكون ومن فيه لا يعجزه جلت قدرته. هل أبدت الصعاليك؟ لا، لقد ضللنا الصعلوك وهرب منا، فلم نعرف وكره. إذن ما زلنا في خطر. كيف ونحن هنا حولك يا جمرة؟ الوحش الطليق
يشكل خطرا علي وعلى الهدوء وعلى الناس. اتركي هذا لي، فنحن سنتكفل به كفرسان. جمرة، قولي لي متى نتزوج؟ بعد العودة من الحج إن شاء الله. ولماذا لا نحج ونحن زوجات؟ عفوا مولاتي ومولاي، ألا يشكل الوحش الطليق خطرا عليكم في رحلة الحج؟ أنا لا أدري لماذا تربط الزواج بالحج، ولا لماذا تصر على الحج الموسم القادم، بل ولا أدري شيئا عما تفعله بي الأميرة. يا أمير، صوتك عال، سيطر على نفسك. أنا يا أميرة فقدت صوابي، وليس سيطرتي على نفسي فقط، فقدت اتزاني وتحكمي في نفسي، والحق أني لا أسيطر على نفسي، أنت من يسيطر علي ويتحكم في وبقسوة شديدة. مولاتي ارحمي. لست مستعدة له. قولي له هذا. يعرفه؟ إذن فاتركي. لا أستطيع. والعمل؟ لست أدري، لكن لا أستطيع الزواج من رجل وأنا مشغولة بغيره. قلت يا مولاتي بلسانك وبنفس كلماتك إنه حب مستحيل مرفوض منه ومن أهلك. أين يا محمد؟ فقط فقط لو أشرت لي يا محمد لذهبت إليك. أجل، لذهبت إليك وتركت كل شيء. لم أكن أعرف أنني أحب هذا الإمام، كل هذا الحب، إلا بعدما باعدت بيننا الأيام. أي عذاب هذا؟ لا أدري، حقيقة لا أدري لماذا غرقت حياتي بكل هذا العذاب. لماذا لم أتزوج قط من رجل أحببته؟ أنا لم أحب رجلا قبل ذلك الإمام الزاهد بالحياة وبالدنيا، لم أحب. ما أفضل ما يقال إذا أخذ الإنسان مضجعه. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب أن يقول إذا أخذ مضجعه ليلى: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم بك آمنت، وبكتابك الذي نزلت، وبنبيك الذي أرسلت. ولكني سمعتك تدعو بدعاء آخر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند النوم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال: الحمد لله الذي علا فقهر، الحمد لله الذي بطن فجبر، الحمد لله الذي ملك فقدر، الحمد لله الذي هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن القرآن: اقرأ خمسا من أول سورة البقرة، وثلاثا من آخرها، وآية الكرسي، والآيتين اللتين بعدها، واقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
وما بعدها، واقرأ إلى قوله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. واقرأ الآيتين من آخر سورة الإسراء من قوله جل شأنه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. واقرأ إن شئت من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل من مزيد يا إمام؟ اقرأ 5 آيات من أول سورة الحديد، و3 من آخر سورة الحشر، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وهذه لقيام الليل. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قراءة 10 من أول سورة الكهف و10 من آخرها. يا سلمى، يا سلمى، خففي شدة هذا الليل علي. أمر مولاي. أكتب إليك يا محمد كما أكتب إليك كل يوم، فساعة الكتابة تجعلني متصلة بك واثقة أنك تكون معي وأنت تقرأ. لماذا لم نسافر معا يا محمد؟ أخفف عنك ألم الغربة، أنت شديد القسوة علي وعلى نفسك. لقد جاء عاملنا على التجارة يسأل أن نسمح له برفع الأسعار كما سيفعل باقي التجار، فرفضت. قلت له إننا لا نطفف، ولما قال إن العلاء كان يفعل ذلك قلت له إنك ترفضه. هل قلت لك إن ابنك عبد الله قد بدأ يحبو وإن أسنانه تنبت وتجعله عصبيا جدا؟ إلهي، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ فبعدلك ولك المنة علي. إني أتوسل إليك بفقري إليك، وأشكو إليك حالي وهي لا تخفى عليك. كلما أخرسني الذنب أنطقني كرمك، وكلما يئست من غفلتي أطمعتني رحمتك. إلهي، أنا الفقيرة في غناي، فكيف لا أكون فقيرة في فقري؟ أنا الجاهلة في علمي، فكيف لا أكون جاهلة في جهلي؟ إلهي، وصفت نفسك بالرأفة واللطف بعبادك قبل وجود ضعفي، فأكرمني بهما بعد ظهور الضعف مني. لماذا ترفضين قيسا؟ لأنني أحب غيره. وتتزوجين فقيها يا أختي؟ هذا حرام؟ أين التكافؤ يا أميرة؟ هل ترك الصاعليك الأميرة أميرة؟ إنك أميرة، وفترة أسرك كانت محنة وانتهت، ومكانك قصر أمير وليس عشة فقيه زاهد يا أختاه. أنت بنت الدنيا المسرفة الطرف، لما هذا الحزن يا أختاه؟ حسين، حسين، لقد تعذبت كثيرا، عذابا لا يحتمله جبل. وكيف أعوضك عن هذا العذاب؟
زوجه لي، زوجه لي يا حسين. لن تطيق العيش في دار فقيه، لن يعجبك طعامه ولا لباسه ولا حياته المسرفة في الزهد بعد قصور الملك. أعرف حياته، أعرف طعامه. لقد سطوت عليه كثيرا، قدر كبير من المرق فيه قطعة لحم صغيرة لا تشبع قطة. أتعجبك هذه الحياة؟ تخلع على النفس راحة وطمأنينة لا أجد لهما مثيلة. يا أختاه، إن كانت أيام الأسر قد تركت ما تخشين أن يؤثر على مكانتك إن عرفنا، فأنت مخطئة. أنت الأميرة الجمرة بنت الحارث التغلبي. صدقني يا حسين، صدقني يا أخي، إني أحب ما يبعثه في نفسي من سكينة وراحة وسلام. حسين، هل تنصفني وتمسح ما بنفسي؟ لك ما تريدين، سوف أذهب معك للحج وأخطبه لك بنفسي وأعرض عليه منصبا ضخما في الإمارة، وعليك الباقي إن شئت. ماذا تفعلين يا أختا؟ إن الأميرة لا تقبل الأيادي أبدا. أشكرك، أشكرك يا حسين، أشكرك. لقد حييتني، حييتني بعد موت طويل. والمعرفة بالله تعالى أرقى العلوم، وقد فضلها المولى سبحانه وتعالى على سائر العلوم لقوله عز وجل في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الله. وقال جل ثناؤه في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال جل وعلا في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال جل شأنه في سورة البقرة: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال جل جلاله في سورة الأنعام: ولنبينه لقوم يعلمون. الله الله. فهؤلاء العلماء بالله تعالى الناطقون عن الله جل وعلا قد جعل الله لهم أنصبة من علمه ومكانا عنده، ولا يكون ذلك لمن ليس أهلا له. تقصد يا إمام أن العالمين العارفين بمعاني القرآن والعاملين بها هم أهل المعرفة؟ بل هم شهود الحق وبصائره، كاشف طريقه ومظهر بيانه. قال تعالى في سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. ومن قرأ ولم يفهم أو لم يعمل، إن مثل ذلك به شرك ونفاق، لأنه غير عالم. فغير العالم بما يحمل يدخله الشك. إن أشد الناس فتنة عالم زل، وهو بزلته عالم. ولقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف على أمته من زلة العالم وجدل المنافق في القرآن. الإمام يرى أن على حافظ القرآن أن يكون عالما به، وليس كالحمار يحمل أسفاره، وأن يكون عاملا به، وليس كالأعمى
الذي يحمل مصباح المنيرة. ولقد جاء في الأثر أن العالم والمتعلم شريكان في العلم. يا إخوتي، المستمع شريك القائل. هل قبل صلاة الظهر نافلة؟ سئلت أم المؤمنين عائشة أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. فإن فاتته صلاة الأربع قبل الظهر؟ عن أم المؤمنين عائشة أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعده. ومن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده؟ عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. لابد وأن تتزوجي يا سهى. إن زوجي سيعود خلال شهور. ذلك الزوج مرفوض منا. لست من يتزوج لتقبل أو ترفض. دوننا مالا ومكانا. اختاره قلبي. أغراك وغواك. بل أنا التي فرضت نفسها عليه، وما زلت حتى الآن أفرض نفسي عليه. إن أهلك جميعا وأنا أولهم نرفض هذا الزوج، ولقد قررنا أن تتزوجي فورا واحدا من أهلك كفءا لك. هل سمعتم أن القبول من شروط الزواج؟ نحن نفرض. اسمع يا ابن العم، لا أنت بالذي يفرض علي أن أتزوج، ولا أنا بالتي يفرض عليها. كيف؟ أنا أعرف قدر نفسي تماما، وأعرف أني قادرة على أن أدخل من أريد منكم في مشاكل لا حصر لها. فاحذر، فاحذر أن يعلو صوتك أو صوت غيرك في مجلس. ما هذا الذي تقولين؟ ما سمعت. وكيف تحققين هذا؟ بأموالي، فإن أموالي تعطيني من السلطان ما أستطيع أن أحرك به حتى أمير قزوين. والآن اذهب، اذهب، فقد سئمت حديثك هذا. تفضل يا سيدي. لماذا لا تتزوج يا محمد؟ ولماذا أتزوج؟ الحلال يا رجل. إني على سفر، وقد تركت في بلدي من تنتظر. لا يا محمد، لا، إنني ألاحظ أنك تتوتر بشدة كلما ذكرت لك مسألة الزواج، بينما الزواج شيء محبب إلى النفس. رأى الفقير يوما فتاة ذات حسب فأحبها ودعا الله أن تصير إليه، فلما صارت إليه عذبه أهلها بأقوالهم فتركها وذهب، وبقيت هي على العهد تشكو ظلمه لها. إن شيوخ الفسطاط يحاولون أن يزوجوك من بناتهم من تنسيك حزنك. سوف نترك الفسطاط إلى الريف إن شاء الله. أتهرب من ضغوطهم؟ لا، ولكني لن أغضب زوجتي مرة أخرى، لن أقهرها كما قهرتها وتركتها. أتحس بالذنب؟ لقد استخرت الله كما أفعل دائما في كل شؤوني، وطلقتها طلقة واحدة، ووعدتها أن أراجعها إن انتظرت، لأقطع الألسنة وأقتل الشائعات، وأعطيها الفرصة كاملة لتختار. رسائلها اليومية تقول إنها اختارت. وكيف أقهر بالثانية مثلها؟ ألا تجذبك المرأة؟ الصوم جنة، ألا يكفينا الصوم؟
ثم إن من يحب لا يرى سوى محبوبته يا وضاح. إن زوجتي السهى هي كل ما أتمناه من النساء. أنا جائع، معدتي تؤلمني من الجوع. كلنا جوع، كلنا جياع، كلنا جياع يا أبا حمزة. الصعاليك جياع يا أبا حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أجد الشيخ محمد بن رمح؟ في أرضه. وأين أرضه؟ نحن غرباء. ما غريب إلا الشيطان يا رجل. هل تدلنا على الطريق إليه؟ سنأكل ثم نصلي الظهر ونذهب إليه. أنأكل طعامك يا رجل. الخير كثير، تفضل تفضل. هذا جنون، إنكم ستكشفون مكاننا. لقد جاعوا جدا جدا. إذا سنخرج نقطع الطريق ونحضر ما نأكله. قطيعا، نريد قطيعا بأكمله نأكله كله. بل شاة لكل صالوك، وليكن شعارنا من اليوم شاة أو خروفا لكل صالوك. الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إلى الأخ الذي يسأل عن النوافل أقول: نافلة الفجر ركعتان. أفيهما قضاء؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. إنما أسأل عن النافلة. عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال: فسكت النبي. والظهر؟ عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، وللظهر نافلة ثانية وهي ركعتان. ماذا يقصد بزوال الشمس؟ أن تتوسط الشمس كبد السماء. ونافلة المغرب؟ ركعتان وبعده ركعتان. والوتر؟ كم كان عدد ركعات وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة. 11 ركعة. وماذا أقول في قنوت الوتر؟ روى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه كل النوافل ولا زيادة؟ الزيادة لمن تطوع، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه من طول الوقوف. لن نترك شيئا، المهم أن نجد شيئا. هل نذهب الآن أم ننتظر حتى أفرغ من نافيتي يا إمام؟ يجب أن نتعاون معا في العمل كما تعاوننا معا في الأكل. هذا لا يجوز، فأنت ضيف. أرنا ماذا سنفعل
حتى نحس بأننا ذو فائدة. هيا هيا تفضل. استعدوا، قد يكونون محروسين يا أبا حمزة. إذا رأيتموني أهجم أهجموا واقتلوا بسرعة وقوة. إما أن نقتلهم أو يقتلونا أو نقتل من الجوع. كروا يا صعاليك. هل أنت حزين لأنك لم تجد الشيخ محمد بن رمح؟ يقول الحق جل شأنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. حقا أننا لم نحظى بمقابلته، ولكننا سنقابله إن شاء الله ونحفظ عنه. إنه بحر علم، أرجو الله أن ينفعنا بعلمه. المسألة الآن أين سنقيم؟ هل تسبني يا أخي؟ أسبك؟ أنا؟ متى؟ ألا تراني كفءاً لضيافتكما؟ ونحن يا أخي نقبل ضيافتك بشرط أن نعمل معك في حقلك. إذن أنت مغرم بالزراعة؟ نعم. لماذا لا تستأجر قطعة أرض وتزرعها؟ هل هذا ممكن؟ سهل جداً. نحن لسنا فلاحين أيها السيد. سأعلمكما كل ما ينقصكما. قد لا نبقى حتى نحصد ما زرعنا. ليس هذا هو المهم. ما المهم؟ أن نزرع. المهم أن نزرع. إن أعواد الزرع كالأبناء، تحمل معها السعادة والفرحة كلما شبت وكبرت. فإذا أزهرت وأثمرت كانت كفرحة العرس، كأنك ترى أول أبنائك يحبو. يا ما أجمل أن تخضر الأرض وأن تغطيها الزراعة. هنا والمغارة القديمة. الثعلب يغير مكمنه كل حين وأنا أقلد الثعالب. وعندما أستطيع الوقوف لأمير مارو سيرى من منا الأمير. ألم تكن القافلة محروسة؟ إن طرق الإمارة آمنة أيها الأمير بفضل الله وفضلكم. قد اهتز الأمن في الخلافة كلها بعدما اشتد استبداد الجندي بالدولة. إن الناس تتساءل من الخليفة في بغداد اليوم؟ مالي إماراتي وفوضى المرتزقة من الجند. إن القلاقل في أي مكان من الدولة تؤثر على بقيتها. أعرف أين الصعاليك وسأقطع أوصالهم. احرسها طرق التجارة. إنه ابن آوى يغير المغارة بعد المغارة حتى لا تعرف مكانه. سأعرفه وسأذبحه. أشركني يا أخي، فأنا به خبيرة وأود لو مزقته بيدي. يا أئمة، ألا تستريحون؟ ومن قال إننا لسنا مستريحين؟ أنا خجل جدا لأنكم تعملون بأيديكم في أرضي.
بل يخجل من لا يعمل. وما رأيك في الدوامة التي تحدث الآن في عاصمة الخلافة؟ العسكر المرتزقة تحكموا في الأمر، ودولة الخلافة تحولت إلى دويلات يحكمها أمراء شقوا عصا الطاعة على العاصمة فعلا، وإن رفعوا شعار التبعية اسما. من هنا قل الخراج، وعجز الخليفة عن دفع مرتبات الجند فتمردوا. لقد اختاروا جندا لا يعرفون الدين. الجوع كافر يا إمام، الجوع يحول الناس إلى ذئاب مسعورة. لن أبعثر الفرسان فيصطادهم الصعاليق. إننا نظهر بينما هم يتخفون ويزحفون في سرية ليضربوا ويفروا. لابد من حماية قوافل التجار. عليهم أن يحموا قوافلهم، لكننا لن نخفي القلعة من الفرسان لنحرس قافلة لتاجر. أنا أرى ما يراه الأمير، وأنا لا أقبل أن ينازعني صعلوك ملكي. إن هذا الصعلوك لو تركته كبر وتضخم وانقلب من فأر إلى أسد. بماذا قرأت في الصلاة السرية؟ قرأت بخاتمة سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. فلا يغرنك أيها السامع تنقل الكفار طلبا للسلطة والمال، فسيزول سلطانهم ومالهم ومأواهم جهنم وبئس الفراش. أعوذ بالله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. اللهم اجعلنا منهم. قال ابن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بيعة العقبة ونقباء الأوس والخزرج يبيعونه: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فقال ابن رواحة: فماذا لنا إذا فعلنا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قال نقباء الأوس والخزرج: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وجد نقباء الأنصار أن الصفقة رابحة، فلم يقبلوا التنازل عن هذا العقد، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أي واحد منهم. كل ما وعدهم به صلى الله عليه وسلم الجنة، الجنة فقط. لم يقل النصر والعزة والقوة والتمكين في الأرض وقيادة الدنيا وكثرة المال والرخاء كما حدث بعد ذلك نتيجة لهذه البيعة. لم يقل أيا من هذا، فكل هذا خارج الصفقة، ولهذا ربح البيعة. من رحمته قد أهداه.